مرشحونا لرئاسة اتحاد الكرة. استاذ ياسين، اهلا دكتور ياسر، ازاي؟ ازاي حضرتك؟ وحشني، اخبارك ايه؟ الله يخليك. ان شاء الله تكون سعادتك بخير. انا معايا الاستاذ هشام الخشن. اهلا بيه. عايز اسالك، ازيك يا ياسين؟ عايز اسال حضرتك، انت قيل وتردد وكتب في مواقع كثيره انه في اتصال جرى بيك ظهر اليوم عشان يرشحوك تخوض الانتخابات القادمه لرئاسه اتحاد الكره. لا لا لا، الكلام ده لم يحدث بتاتا. لم يحدث؟ لا 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 خالص. طب هنفترض ان هو حدث، هيبقى راي حضرتك ايه؟ لا ساعتذر. انا متوقع ده، بس عايز اسال حضرتك تعتذر ليه؟ لا لا، يعني انت عارف يا اخي ياسر، يمكن اكتر من ناس كثيرين، يعني الحقيقه الواحد الوقت يعني الوقت بتاعه يا دوبك يعني في شغله وكده، فهيبقى بالنسبه لي صعب في الفتره دي الحقيقه. هل صعب؟ عشان طبعا انا عارف احترام حضرتك واعتزازك بشغلك الخاص، لكن هل بتعتذر عشان شغلك بس، ولا عشان انت لا تزال تريد النادي الاهلي؟ لا ده سؤال. السؤال مش بريء لا طبعا. سؤال. ها؟ السؤال مش بريء. لا انا طبعا مش بريء بتاتا. لا طبعا، شوف اتحاد الكرة حاجة تشرف الجميع، أي حد طبعا يبقى موجود في هذا المكان، لكن أنا الحقيقة في الفترة الحالية يعني ما عنديش أي طموحات لده، لأن حاسس مش هقدر أدي في الحتة دي يعني. طب انا عايز بس هسال حضرتك والله سؤال تاني، والله العظيم بريء. ده مفيش اسئله بريئه خالص بتيجي منك، قول. لا لا لا، بريء والله. اولا انت كنت حضرتك ابتعدت واعتزلت العمل مع النادي الاهلي، وبقي بس حبك للنادي واحترامك للنادي وعلاقتك الجميله بجماهيره وكل حاجه، بس انت ابتعدت عن العمل التنفيذي تماما داخل النادي الاهلي. وفجاه في الفترة الأخيرة بدأنا نسمع بعد صفقة جده أنه الأستاذ ياسين منصور هو الذي عقد هذه الصفقة مع الاتحاد السكندري، وأنه شركات الأستاذ ياسين منصور هي اللي بقت راعية نادي الاتحاد السكندري مقابل أنه نادي الاتحاد يسيب جده للنادي الأهلي. يعني فجأة ظهر اسم الأستاذ ياسين منصور داخل النادي الأهلي وفي صفقة جده تحديدا. مدى صحة هذا الكلام إيه؟ لا برضه الحقيقه الكلام ده مش حقيقي ابدا، ده يعني طبعا صفقه جده هي صفقه كبيره جدا للنادي الاهلي، وهو لعيب كويس جدا وشاب محترم، لكن الحقيقه لا، لم اتدخل من قريب او من بعيد لهذه الصفقه. ده انا عايز اقول لحضرتك انه في ناس، يعني الخبر ده اتكتب في كل حته، وفي ناس بدات تحط تفسيرات للخبر. يعني لا لا خالص، لا لا، الكلام ده يعني ما فيهوش اي شيء من الصحه. طب ما حصلش اي اتصال بين حضرتك وبين مجلس اداره النادي الاهلي في الفتره الاخيره؟ لا لا خالص، لا 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 لا، بتصل ببعض اعضاء مجلس الاداره بيكلموني، وبكلمهم يعني كصداقه ليس اكثر ولا اقل يعني. طب امتى الاستاذ ياسين منصور هيرجع يحضر مباراه النادي الاهلي في استاد القاهره؟ يا ريت اقدر، ونفسي اعملها تاني. هل المشكله ان النادي الاهلي يبعت الدعوه مثلا، ولا ان حضرتك مش لا فاهم؟ طبعا مش محتاج دعوه، انا اشتري تذكره واروح احضر، انا ما عنديش مشكله خالص. طب الانتخابات الجايه في النادي الاهلي حضرتك بتفكر فيها ولا ما بتفكرش؟ بس احنا فين الانتخابات؟ فين ناس لسه بعيد جدا. ليه ده؟ الايام بتجري، ده ما فيش اسرع من الايام في زماننا. لا يا دكتور الحقيقه يعني شوف، طبعا شرف كبير جدا لاي حد انه يعني يبقى متواجد في النادي الاهلي، والنادي الاهلي ده بعتبره بيتي يعني، وانا سواء موجود او مش موجود بعتبره بيتي، وبعتبر الناس اللي فيه هم كلهم اخوه ليا يعني. لكن من في حته الانتخابات لسه الحقيقه الواحد ما فكرش فيها. طب انا سالت حضرتك كل اسئله البريئه، فاضل سؤال واحد اخير بس غير بريء، ممكن؟ اومر. لو الاستاذ ياسين منصور بكره الصبح قاعد في مكتبه وفوجئ بالتليفون الموبايل او تليفون المكتب، ولقيت ان على الطرف الاخر كابتن حسن حمدي بيقول لك يا ياسين الاهلي تعاقد مع نجم جديد، يعني ميسي مثلا، بس محتاجين 2 3 مليون دولار حالا، رد ياسين منصور هيبقى ايه؟ لا هقول له الاهلي اولا مش محتاج ميسي، وياسين ما عندوش 2 3 مليون دولار يديهم للنادي الاهلي. طب مش هتقول له في الاول ازيك يا حسن؟ ايه؟
هتقوله في الاول المكالمه ازيك يا حسن وحشتني وهتشتمه وحشتني وحشتني انت عايز تعمل مشكله وخلاص لا وحشتني هو ياسر عايز يعمل مشكله ياسين بطريقه او باخرى ها ياسر عايز يعمل مشكله وخلاص ايوه بالظبط كده يعني يعني وحشتني انت ما اشتمتني لا 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 والله لا انا يعني بالعكس انا عايز اقول للساده المشاهدين ان حضرتك كنت الراعي الرئيسي لدوره ويمبلي او كاس ويمبلي اللي شارك فيها النادي الاهلي ولعب مع ثلاثه انديه من كبار اوروبا واعتقد دي كانت يعني ظاهره ايجابيه في علاقتك بالنادي الاهلي يعني انت لا تتاخر عن النادي الاهلي لا طبعا انا تعرف يا دكتور ياسر انت راجل برضو مش عايز اقول يعني ولا اقول لا اقول يا راجل اهلاوي قديم جدا طبعا ف يعني اللي بيحب الاهلي ويعرف النادي الاهلي وبيقابل رموز النادي الاهلي زي الله يرحمه كابتن صالح وكده يعني لا يمكن في يوم من الايام ينسى النادي الاهلي استحاله. هل ياسين منصور هو احد الذين خرجوا من الاهلي مثل محمود طاهر بعدما مات صالح سليم؟ لا ما اقدرش اقول كده لكن اقدر اقول ان كابتن صالح طبعا النادي الاهلي يفتقده وانا افتقده على المستوى الشخصي. راجل كان مثال للكفاءة والأدب الجم والديمقراطية يعني عكس ما ناس كتيرة جدا تفتكر يقول لك كابتن صالح ده كان راجل ديكتاتوري يعني لكن دي مش حقيقة يعني ده عار تماما من الحقيقة. كابتن صالح كان رجلا يعني الله يرحمه كان رجلا ديمقراطي للغاية وكان يحب يسمع كتير ويدي كل واحد في مجاله في الحته بتاعته يسمع رايه لما يحس ان هو عنده قيمه مضافه في الموضوع يعني اللي بيتكلم فيه. فطبعا احنا بنفتقده والنادي الاهلي بيفتقده هو لكن هو عمل كتير وارسى مبادئ جيده جديده يعني كتيره جدا في النادي الاهلي ووحشنا كلنا وطبعا عدم وجوده خلق طبعا فراغ كبير جدا 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 في النادي الاهلي. طب انا عايز اعرض على حضرتك عرض اعتقد ان حضرتك لن ترفضه. اتفضل. ان حضرتك تبقى ضيفنا في احدى حلقات صفحه الرياضه وهجيب لحضرتك شهادات كابتن صالح سليم عن ياسين منصور بصوت صالح سليم ونستعيد سوا ذكرياتنا احنا الاثنين مع كابتن صالح. ده يبقى شرف كبير ليا. خلاص وانا هستنى ونتفق وتبقى حضرتك ضيفنا. ربنا يخليك يا استاذ ياسين. اشكرك يا استاذ ياسين وانت نورتنا وشرفتنا.